هللويا. سبح يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. متابعي قناة القيامة، نرحب بكم وبرنامج صوت ملائكي. ضيفتنا من لبنان، ضيفة متميزة، مطربة ومرنمة، الأخت برناديت يمين. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. موهبة الصوت الجميل، لقب صوت فيروزي، من الذي لقب ضيفتنا هذا اللقب الجميل؟ أول شيء مساء الخير لكم ولكل المستمعين، وتحية كبيرة من لبنان لكم جميعا. ممنونين. الصراحة من سنين التقيت كنا موجودين ببيت الأستاذ الياس الرحباني، وكان الأستاذ عاصي الرحباني والأستاذ منصور، بس سمعوا صوتي غنيت أغنية لفيروز. هي كنا نتلاقى من عشية، صراحة الأستاذ عاصي صار يبكي، قال لي أنا عم بسمع صوت فيروز قدامي. يعني قال لي صوتك فيروز كتير يعني، وكل الناس يلي بيسمعوني بيقولوا لي عن جد كأنه عم نسمع فيروز. وأنا كتير يعني بحب الست فيروز، وكتير بحبها وبحب أغانيها. إذن بداية هذا اللقاء، بما أن كلمتي على الفنانة العالمية فيروز وغنيتي جزء من أغنيتها، نتمنى سمعين جمهورنا جزء من تلك الأغنية. الأغنية يعني أي أغنية لفيروز بتحبوا تسمعوا؟ نتمنى. أوكي. بيتي أنا بيتك وما إلي حدا، من كتر ما ناديتك وسع المدى، وسع المدى، وسع المدى. لا تهملني، لا تنساني، ما إلي غيرك، لا تنساني، بلدي صارت منفى، طرقاتي غطاها الشوق والأعشاب البري. بعتلي بهالليل من عندك حدا يطل علي، يطل علي. الله يسلم هالصوت مرنمتنا. تسلمي. متابعي قناة القيامة، ضيفتنا لبنانية مارونية كاثوليكية من زكريت، ابنة الكنيسة منذ الصغر. نعم. موهبة الصوت الجميل تم اكتشافها بعمر 12 سنة، والإيمان قوة بعمر 15 سنة. شاركي جمهورنا ضيفتنا. أنا بعمر 12 سنة مزبوط بلشت غني، وبلشت بالمدرسة طبعاً، وكنت بمدرسة رهبات بمنطقة مزرعة يشوع. اكتشفتني الراهبة بالأول، قالت لي صوتك حلو، يلا بدك تقولي لنا يا أم الله. ورتلت يا أم الله، رتلت يا أم الله، وبالفعل كانت كتير حلوة، وهالشي يعني شجعني، وكمان الفضل للوالد الله يرحمه، هو كمان شجعني كتير، كان يحب كتير إني غني ورتل، وكان مرفقني
هو وخيي، خيي سليم يمين كمان ملحن، رافقوني بأيام العزوبية. نعم، ترتيلة يا أم الله نعم تحتاج إلى إمكانيات صوتية قوية، وأنت بعمر 12 سنة شلون قدرتي ترتلين هالترتيلة الصعبة؟ يحتاج لها نفس. الصراحة أنا بقول هيدي موهبة من عند الله أكيد، آمين. يعني أنا بشكر الله إنه نعم علي هالنعمة الحلوة، نعمة الصوت. آمين. عندنا طمع نسمع جزء من ذيك الترتيلة يا أم الله. يا أم يا حنونا يا كنز الرحمة والمعونة، تشفعي شفعت أمنا العذراء مع الجميع. آمين. ذكرت أخت برنادات، ذكرت باللقاء حضرتك ابنة الكنيسة منذ الصغر، ولكن حدث مهم بعمر 15 سنة قوى هذا الإيمان أكثر وأكثر، واللي تنشوفه حاليا، ماذا كان ذاك الحدث؟ أنا بعمر 15 سنة حلمت العذراء بنومي وشفتها بالكنيسة على مسبح الكنيسة، وقالت لي أنا عم شوفك عم بتصلي، كل ما بدك تصلي بدك تطلبي شيء ما تقولي يا عذراء، قولي يا رب، بس بدك تطلبي شيء قولي يا رب. من بعد هالحلم صرت شوف مار شربل، صرت صلي كتير واتشفع بمار شربل. مار شربل كتير كتير حلمت، عم يعني حلمته بنومي من ايام العزوبيه لهلا. آمين يا رب. وحتى في مره مثل كانه هيك شردته، قلت له فيك تبخر لي البيت والا ما في دقيقه منشم ريحه بخور بكل البيت عن بيت اهلي. آمين يا رب. ريحة بخور كتير كتير قوية، ومار شربل على طول بيرافقني، بشوفه بالحلم على طول بيطلب مني، يعني شو ما بطلب منه بيفرجيني بالحلم. نعم. ومرة طلب مني ترتيلي اسمها، قال لي مش ترتيلي، صلاة، قال لي بدي أطلب منك صلاة، ما زال دايما عم بتصلي، في صلاة موجودة بكتاب القداس، بتبلش أيها الآب الأزلي أو أيها الإله الأزلي. وأنا شفتها للصلاة، هي بتقول أيها الإله الأزلي اغفر لنا خطايانا، نجينا من نار جهنم، خذ من السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. آمين يا رب. صرت صليها دايما 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 دايما،
وآخر مرة حضر علي من 3 سنين، كانت أمي مريضة وحضر علي، شفت أمي نايمة بالحقل، صرت أقول أنا هيك لي أمي نايمة هون. طلعت شوف مر شربل عليه السلام بمزار، طلبت منه، قلت له دخيلك شفي لي الماما. جاوبني قال لي خلص ما بقى في مجال. قلت له بس انت قديس فيك تطلب من الله وبيشفيها. بس قلت له انت قديس، نور كل وجهه. وصحيت من النوم وصحيت عم ببكي كتير، وهيدا النهار كان 31 تموز، 31 جوية يعني. نعم. هلأ من بعد هالحلم عاشت الماما سنة وتوفت ب31 تموز، يعني النهار يلي حضر علي فيه هو. بعد سنة بالتحديد. نعم نعم. مكان هالفردوس السماوي، آمين يا رب. نعم نعم. من فترة رح كفي لك يعني الزهورات اللي شفتها، بس أكيد بالحلم مش باليقظة. لا. شهر الحزيران الماضي اللي هو شهر قلب يسوع، طلبت من يسوع وقلت له ليش دايما بشوف مرشربل بنومي، انت ولا مرة بشوفك. بنفس الليلة حضر علي المجد لاسمه يسوع، فات لعندي على الغرفة، كانت الساعة 5 الصبح، طلع فيي لابس أبيض، وأنا بصلي كل ليلة صلاة الرحمة الإلهية، كل ليلة كل ليلة، لأنه هيدي الصلاة مليانة نعم، عن جد بتمنى لكل شخص يصلي الرحمة الإلهية. آمين. حضر علي يسوع، طلع فيي وقال لي شفتي كل الناس يلي بيحبوك، أنا أكتر واحد بحبك. آمين. وقلت له طلبت منه بس شغلة قبل ما يفل، قلت له بس بدي شغلة منك، قل لي الماما بالسما. طلع فيي بابتسامة كتير كبيرة، جاوبني بابتسامة. آمين. ورجعت سألته السؤال، قلت له قل لي الماما بالسما، رجع ضحك وابتسم لي الابتسامة ذاتها وظهر من باب غرفتي وفل. شفاعة الرب مع الجميع. أخذ هيدي من نعتد. هيدي نعم. من سنة، هيدي من سنة. ترتيلة لقلب يسوع الأقدس بهالمناسبة، شو حسم عند جمهورنا؟ عندي ترتيلة خاصة لإلي هي ليسوع، رح سمعكم شوي منها. نتمنى. ملحن لي إياها خيي سليم يمين. يا يسوع يا بحر المحبة، يا يسوع يلي بيتك قلبي، بالعالي العالي بنادي لك من قلبي وروحي بصلي لك، سامحني يا ربي يا بحر المحبة، يا يسوع مهما عنك نحن بعدنا، تحمينا وبتدافع عنا، عند الحاجة بتساعدنا، تعطينا وما بتاخد منا، نحن بالأيام الصعبة من إلنا غيرك يا ربي، يا ساكن بالعالي يا نور الليالي يا
يسوع. آمين يا رب. ذكرتي مار شربل، ترتلين لهذا القديس؟ مش كل الترتيل يعني، في ترتيلي لمار شربل، خلينا نقول يلي الترتيل اللي تدندنين بها عادة لمار شربل، ما هي؟ هي من دير عنا يا المشهور، شربل ضوى سراج النور، والبيع بكل المعمور بتصلي وبتتمنى، يا شربل صلي عنا. آمين يا رب. آمين. متابعينا الأكارم، في حصيلة المطربة والمرنمة برنادات يمين كاسة أغاني، 10 تراتيل، 2 CD بالكاسليك. هنتكلم على هالأشياء، ولكن كتحصيل العلمي في مجال الموسيقى، ما شاء الله ضيفتنا تعزف على آلة العود، دراسة آلة العود في الكونسرفاتوار الوطني، دراسة تركيز صوت. شاركينا هالأمور. صراحة أنا خلصت تيرمينال ودرست الميوزيكولوجي ودرست آلة العود بالكونسرفاتوار ودرست تركيز صوت عند الأستاذ زكي نصيف، ودرست سولفيج كمان بالكونسرفاتوار، بس قبل الكونسرفاتوار درست عند سولفيج عند زوجي كمال مرقص، كان أستاذي يعني، كمال كان أستاذي. سلامنا إلها أكيد. نعم نعم. نحن يعني بالبيت كلنا عائلة فنية، منحب الموسيقى كتير، أنا وزوجي وأولادي، أكيد رح نحكي بعد شوي عنهم، وحياتنا الموسيقى يعني عائلة فنية ما شاء الله. نعم. ماذا عن كاسة الأغاني، التراتيل، السي ديين؟ عملنا 2 CD بجامعة الروح القدس الكاثوليك، هي كمان مثل أغاني وهيك، مش إنه تراتيل، بس السي دي يلي أخذ كتير سكسي عالمية وقت اللي كنا عايشين بباريس. أنا تزوجت وعشت أنا وزوجي بباريس لفترة معينة، عملنا سي دي اسمه سادر، سادر الأرز. نعم. بالعربي هيدا السي دي كتير 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 أخذ كتير يعني سكسي عالمية، وموجود بكل، بفتكر بكل العالم موجود يعني هيدا السي دي. نحن سجلناه بفرنسا وقت اللي كنا بفرنسا، ويلي اهتمت بهالإنتاج هي أرمونيا موندي، هي كتير كتير معروفة يعني بهالشي هيدا. بيتضمن هالسي دي موشحات وإشياء طربية أكتر يعني، أكتر من الأغاني الهيك الشعبية، بيتضمن كلها إشياء طرب وموشحات. اتأسفين على آلة العود. نعم. عادة هالآلة الذكور يستخدموها أو يحبذون العزف عليها أكثر من الإناث؟ الصراحة أنا أخذت رأي زوجي وقت اللي كنت عازبة، بس ما كنت مزوجة، بس كمال زوجي هو ابن جيراننا يعني. نعم. وأنا وياهن كنا على طول حفلاتنا سوا، هو وإخواته، هني 5 شباب، كنا حفلاتنا سوا، وهو يعني قال لي إنه لازم تتعلمي العود، لأنه العود كل إنسان بيغني لازم يختار آلة العود لأنه بتركز الصوت أكثر. نعم. درست يعني كم سنة عود، يعني ما كفيت على الآخر، بس درست كم سنة وحبيتها للآلة للصراحة، لأنه كتير حلوة وحسيتها كتير سهلة يعني، منا صعبة.
نعم، ذكرتي عدة مرات شريك حياتك اللي هو الأستاذ كمال مرقس. نعم. فخلنا نتكلم على هالعائلة الموسيقية والأبناء. نعم، كمال زوجي هو دكتور بالموسيقى وهو أستاذ بالمعهد الموسيقي بالكونسيرفاتوار ببيروت، وكمان يعني بيروح حفلات على الأكورديون غربي وشرقي، بيعزف غربي وشرقي، ونحن أكثر كمان الحفلات بنكون سوا كمان أنا وياه. وعندي بناتي جوانا مرقص، هي فيولونيست كمان بتغني صوتها كتير حلو. نعم. وعندي بنتي جوال بتعزف على آلة القانون، كتير بحبوا الموسيقى. يعني جوانا هي مهندسة بس اختارت الموسيقى، وجوال هي بسيكولوج بس كمان اختارت الموسيقى، بحبوا كتير الموسيقى. نعم. وعندي ابني درس كمان أكورديون مع بيو، بس مش كتير حب الموسيقى. يعني هو درس ليسانس بالإدوكاسيون فيزيك، يعني أستاذ سبور، أستاذ رياضة. وهيدي حياتنا الفنية بالبيت. حالياً أكبر داعم وأقوى داعم لضيفتنا من؟ أكبر داعم لألي هو زوجي، هو مشجعني على طريق الفن. نعم. وبيختار، يعني أنا دايماً بكل حفلاتي هو بيختار الأغاني اللي بدي غنيها. والشيء الحلو بكمال أنه ما يعني، صحيح أنه أنا مطربة ومعروفة وبروح حفلات، ما بيغار لأنه عنده كل الثقة فيي. هيدا الشيء كتير مريحني. آمين يا رب. إذن ونحن الحمد لله. نعم. حاليا تقيمين حفلات في لبنان، تمام؟ نعم. عملنا حفلات بلبنان وخارج لبنان، تقريبا بكل الدول العربية وبباريس وبتونس وبأبيجان، عملنا كثير حفلات. وآخر حفلات كنا نعمل حفلات طربية، مثل ما قلت لك موشحات واشياء طربيه بالمراكز الثقافيه. يعني هيدي اكثر شيء هلا عم نروح على مراكز ثقافيه بكل يعني بلدان العالم. واكيد الشيء اللي حلو انه معنا باسبور فرنسي، يعني بنقدر نروح بدون فيزا على اي بلد اللي كان. موشحات، نسمع جزء من عنده. بسمعك إذا بتحبي يا شادي الألحان، تحبي تسمعيها؟ نتمنى. يا شادي الألحان أسمعنا رنة العيدان، يا لالالي يا لالا يا لالالي رنات العيدان، آهي أسمعنا آهي يا لالي يا لالالي آهي يا لالي. ممنونين، فعلا صوت فيروزي ما شاء الله. هاي كم سنة في مجال الفن أخت برنادات؟ أنا بلشت كتير صغيرة، تقريبا يعني بدك تقولي 38-40 سنة هيك بحقل الفن. ما شاء الله. وما زلنا لهلأ. بركة. نتكلم على الخدمة بالجوق، التسبيح للرب، كنائسنا حاليا كم كنيسة تخدمين؟ كل أحد ترتلين؟ حسب علمي ما شاء الله أستاذ كمال أيضا يخدم بالكنائس في لبنان، فتخدمون. نعم. سوية؟ نعم. نحن كل أحد حاليا بنخدم هون عنا بضيعتنا زكريت قضاء المتن بكنيسة مرشربل.
كل أحد القداس عنا 10:30 بنخدم القداس، وبكل المناسبات اللي بتصير بالضيعة نحن بنكون، يعني أنا السوليست بالكورال وكمال بيعزف على الأورج. نعم وكمان كمان لا في فكرة بدي أقول لك إياها، كمان عم نروح نحن عم نخدم أعراس بالكنيسة، كل المناسبات اللي بتخص الكنيسة إن كان بلبنان ولا برات لبنان نحن على طول بنخدم هاي المناسبات هيدي كمان. لما انت تقولين عراس يعني نعم. أثناء البراخ أم كحفلة عرس؟ لا أعراس بنخدم أعراس بالكنيسة، وإذا حبوا نعمل حفلة بعد الكنيسة كمان بنعمل حفلة، نعم وأكيد بيكون معنا يعني أولادي فيولونيست مثلا على الويلكم درينك وقانون، إنه أجواء كتير حلوة. نعم إذن فرقة عائلية خلينا نقول أكثر. نعم. نرجع إلى ترتيلة يا يسوع يا بحر المحبة، سمعتي جزء من عدها اللي حسب علمي وحسب ما أتذكر الخي سليم يمين هو اللي لحنها. نعم. فهل هي الترتيلة الوحيدة اللي تعاملتي مع الأخ سليم يمين؟ سليم عمل لي هيدي الترتيلة وعمل لي كمان أغاني، كاسات كمان أغاني من ألحانه كمان، نعم بس كترتيل بس هيدي الترتيلة. وفي ترتيلة هلأ رح سمعكم إياها، هيدي من ضمن التراتيل اللي لحنها زوجي كمال مرقص للعذراء، هلأ رح سمعكم إياها كمان بعد شوي إذا بتحبوا نتمنى. نسمعها. هلأ بتحبي؟ هلأ اتفضلي. يا عذراء سرك من صان إم الله وإم الإنسان، تهرك من لون السماء وعطرك من أرزة لبنان، إم الله وإم الإنسان. هذه ألحان كمال زوجي. نعم بما أنه متعاملة مع شريك حياتك زوجك الأستاذ كمال مرقص بأعمال فنية متعددة، فهنا أنا لما يصير عمل شلون يتم الاختيار؟ هو يختار الكلمات، هو يختار اللحن، أم أنت يكون عندك أيضا قرار بهالأمور؟ نحن بالحفلات من يعني إذا عندي حفلة بغني أشياء منوعات، يعني أشياء شعبية معروفة، ومرق كمان أشياء لسيدة أم كلثوم وقدود حلبية. أكيد منكون اثنيننا موافقين على هالموضوع هيدا، مننسق يعني أنا وياه الأغاني وبيكون كل شيء أوكي. ولكن خلي نقول على سبيل المثال ترتيلة جديدة أنت حترتليها، ترتيلة خاصة بالمطربة والمرنمة برنادات يمين، إذا الأستاذ كمال هو تيلحن أو يمكن كاتب الكلمات توزيع، فشون يتم التعامل الاختيار؟ بسمعني الترتيلة أكيد، إذا عجبتني بقول له أوكي، وإذا في أي شيء يعني بقول له لا إذا بنعمل هون هيك أو هون هيك، وبيكون موافق يعني ما بيعرضني للصراحة، لأنه بياخد رأيي كتير يعني بهالمجال. إذا أكو تعاون كثير. إيه الحمد لله الحمد لله، ما زال الله موجود بيناتنا كل شيء أوكي. آمين يا رب. وصلنا لنهاية هذا اللقاء، كلمة أخيرة لجمهور قناة القيامة ضيفتنا. أنا بتمنى الخير للجميع ولكل اللي عم بيسمعونا، بطلب من كل شخص، أكيد كل إنسان عنده إيمان، بس بطلب من كل شخص يقوى إيمانه أكتر
لأنه نحن حياتنا بدون الرب، بدون يسوع، نحن ما بنسوى شيء بدون يسوع. هيدي كلمتي يعني، وأنا بتمنى الخير لكل واحد منكم، وأكيد رح أذكركم بصلاتي دايما. وكمان أمنياتي أني روح مشوار لعندكم هيك، شي حفلة شي يعني، نشوفكم إن شاء الله. الله كريم، الله كريم. ورح أختم بأغنية لفيروز أنا كتير بحبها، اللي هي بحبك يا لبنان. تفضلي. بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك، بحبك تسأل شو بني شو اللي ما بني. بحبك يا لبنان يا وطني، سألوني شو صاير ببلد العيد، مزروعة عالداير نار وبوريد. قلت لهم بلدنا عم يخلق جديد، لبنان الكرامي والشعب العنيد. وكيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك، إذا نحن تفرقنا بيجمعنا حبك. وحبي من ترابك بكنوز الدنيا، وبحبك يا لبنان يا وطني. بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك، بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني. تسأل شو بني شو اللي ما بني. حبك يا لبنان يا وطني. يسلم لبنان، ويسلم هذا الصوت، ويسلم العالم كله. ضيفتنا، شكرا. شكرا لكم. شكرا. شكرا متابعي قناة القيامة، نشكر حسن تواصلكم معنا. تابعونا وحلقة جديدة أخرى من برنامج صوت ملائكي. تحياتي.